أهلا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نقوم بصناعة المادة تراي أمونيوم فوسفيت، وهي باللغة العربية فوسفات ثلاثي الأمونيوم أو فوسفات ثلاثي النشادر، ويسمى أيضا التراي يسمى تراي أمونيوم فوسفيت. إذا صيغته الكيميائية NH3PO4. إذا والذي هذه المادة والتي تدخل في الصناعة الصيدلانية، يعني تدخل في صناعة أدوية أخرى. إذا نفاعل 3 مول أمونيوم هيدروكسيد زائد 1 مول فوسفوريك أسيد هكذا، فتعطيني 1 مول تراي أمونيوم فوسفيت زائد 3 مول ماء. إذا هو تفاعل قاعدة زائد حمض يعطيني ملح زائد ماء. إذا نفاعل 5 غرامات أمونيوم هيدروكسيد، إذا هذا هو الأمونيوم هيدروكسيد بتركيز 19.21% وزن على حجم، زائد 4.66 غرام فوسفوريك أسيد، هذا هو الفوسفوريك أسيد بتركيز 19.47% وزن على حجم، فيعطيني 7.09 غرام تراي أمونيوم فوسفيت زائد 2.57 غرام ماء هكذا. إذا أنا محلول الفوسفوريك أسيد الذي لدي هو تركيزه 19.47%، يعني كل 100 مللتر فيها 19.47 غرام فوسفوريك أسيد. أضع تحتها 4.66 غرام يقابلها المجهول إكس. إكس يساوي 4.66 ضرب 100 تقسيم 19.47 غرام، أجد إكس يساوي 23.63 مللتر، تقريبا 24 مللتر. أنا الأمونيوم، محلول الأمونيوم هيدروكسيد، الأمونيا ليكور يسمى أيضا، تركيزه 19.21% وزن على حجم، يعني كل 100 مللتر فيها 19.21 غرام. أضع تحتها 5 غرامات التي أحتاجها يقابلها المجهول واي. واي يساوي 5 ضرب 100 تقسيم 19.21 غرام، أجد واي يساوي 26.02 مللتر. إذن سوف أخذ 26 مللتر من هذا الأمونيا ليكور وأفعلها مع 24 مللتر من الفوسفوريك أسيد. سوف أخذ الآن 24 مللتر من الفوسفوريك أسيد باستخدام هذا الفنجان البلاستيكي المدرج. الآن هذه 24 مللتر فوسفوريك أسيد بتركيز 19.47% نضعها في هذا الطاس، وبنفس الفنجان البلاستيكي المدرج سوف أخذ 26 مللتر من الأمونيوم هيدروكسيد. إذن هذه 26 مللتر من الأمونيوم هيدروكسيد بتركيز 19.21% أضيفها على الفوسفوريك أسيد. يتكون لي مباشرة التراي أمونيوم فوسفيت، يسمى باللغة العربية فوسفات ثلاثي الأمونيوم أو فوسفات ثلاثي النشادر، نفس الشيء. إذن في هذه الكمية من الماء منحلة 7.09 غرام تراي أمونيوم فوسفيت. هذا كان فيما يخص تصنيع التراي أمونيوم فوسفيت والذي يدخل في صناعة أدوية أخرى. إلى اللقاء.